المصائب اللي أحزنت النبي، الله أكبر، تركت جرحا في قلب رسول الله لا يمكن ولن يمكن أن ننساه. هيها كل المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد محزونا محزونا. بالله أعطينا فرد مثال، شنو مثال؟ يوم به ازدلف الطغاة أميتي، يوم به ازدلف الطغاة أميتي كي تشفين من الحسين ضغونا ضغونا ضغونا. نادى ألا هل من معين لم يجد، أنا صدري تعبان أريد أنت تحن وياي، ها تساعدني بالنياحة وتساعد الزهراء عليها السلام، ليالي أليمة إخواني. الزهراء مع أن ضلعها مكسور هذه الليالي هي تجلس في مجالس ولدها الحسين. نادى ألا هل من معين لم يجد، نادى ألا هل من معين لم يجد إلا المحددة الرقاء معينا 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 إلا المحددة الرقاء معينا. فهوى على وجه الصعيد مبضعا وحزينا، فهوى على وجه الصعيد مبضعا مقطعا، فغوى على وجه الصعيد مبضعا ما نال تغسيلا. الله أكبر الله أكبر. يا محلى هالقصيدة بعد شهر محرم وصفر، حتى تخاطب الحسين سيدي حزننا لا يرقى لا ينتهي. يا أبا عبد الله فغوى على وجه الصعيد مبضعا ما نال تغسيلا ولا تكفينا تكفينا. إذا صاحب غيرة راحت أنتك تتعلو، ها تصعد تصعد بكائك بكائك. ما نال تغسيلا ولا تكفينا 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 وسرى بنسوته على عجف المضار. يا والي يا والي يا والي. ما دام هنا أنا خلي أذكر لك فد مصيبة من مصائب السيدة سكينة عليها السلام. فغوى على وجه الصعيد مبضعا ما نال تغسيلا ولا تكفينا وسروا بنسوته على عجف المطاء. يعني شنو؟ يعني أركبوا بنات علي وفاطمة على نياق هزل دون غطاء ووطاء. من جملة هذه النسوة من جملة هذه السيدات المبجلات كانت مولاتنا سكينة، اللي يذكر التاريخ أرباب المقاتل يذكرون في منزل من المنازل وهم في طريقهم نحو الشام، رأس الحسين كان على رأس رمح طويل، وإذا به ركز الرمح على الأرض لم يتحرك. سألوه هذا الذي بيده الرمح ما الخبر؟ فلنسير في طريقنا في الليل.
قال اذهبوا وسلوا، انا ما اعرف شنو القضيه، سلوا علي بن الحسين. اجوا عند الامام السجاد عليه السلام، يا ابن رسول الله، ان راس والدك الحسين على راس الرمح، ارتكز في الارض، لا يمكن لاحد ان يحرك هذا الرمح، ما الخبر؟ شنو السير؟ قال سلوا عمتي زينب، انظروا هل هنالك طفلة بنية، امرأة سقطت من على ناقتها. اسألوا عمتي زينب، روحوا الى زينب. جاءوا الى مولانتنا زينب عليها السلام. زينب قرابة 40 طفل، 40، نعم سيدة بنية تحت كفالتها. قامت تعد البنيات وإذا بها قامت تلطم على رأسها، أين ابنتي سكينة؟ وين سكينة؟ ها شنو صار؟ سكينة بنت الحسين، يقال زينب رمت بنفسها من على الناقة على الأرض وهي تمشي في الصحاري والبراري وتخطو بأقدامها على الأشواك تنادي بني سكينة أين أنت؟ الله أكبر. إلى أن وجدتها مغمى عليها من شدة الظمأ، من شدة الجوع، من شدة المشي، إلى أن أخذت برأسها جعلتها في حجرها. قالت عم زينب، عم زينب أين كنتم؟ سألتها الحوراء، بني سكينة كنت أبحث عنك، وين كنت يا نورة عيني أيتها العلوية؟ قالت عم زينب كنت على الناقة، هاي ناقة دون غطاء ووطاء، نياق هزل ماكو عليهم شيء، المرأة شلون تمسك نفسها على الناقة؟ عم زينب إذ أخفت عيناي بالنوم، هومت عيناي بالنوم، فلم أدري وإذا بي سقطت من على الناقة. الله أكبر، الله أكبر. ترى مصيبة مؤلمة، مصيبة حزينة. يا ولي وسروا بنسوته على عجف المطى يطوي سهولا في الفلا وحزونا وحزونا، أو مثل زينب، أو مثل زينب وهي بنت محمد برزت تخاطب شامتا ملعونا، نثرت عقيق دموعها لما غدر، لما غدايا اسمع، نثرت عقيق دموعها لما غدا، أو مثل زينب وهي بنت محمد برزت تخاطب شامتا ملعونا، نثرت عقيق دموعها لما غدا، نثرت عقيق دموعها لما غدا، نثرت عقيق دموعها لما غدا، بعصاه ينكت لؤلؤايا، ناديت يا حسين، يا حسين راسك حين شفته، خويا يا حسين راسك حين شفته، شفته وتلعب عصي زيد على شفته، والله خويا تلعب عصي زيد على شفته، شفته ذاك الوقت وجهه.